رعى سماحة الشيخ الدكتور محمد الغول تخريج دورة لتحفيظ القرآن الكريم بمسجد خليل السالم ضمن فعاليات المراكز الصيفية التابعة لوزارة الأوقاف برعاية جمعية خليل السالم الخيرية تحت عنوان الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، أنا الطالب حمزة إبراهيم سالم التعمري. تم الحمد لله حفظ ثلاث أجزاء بجهود الله وبجهود الشيخ رامي. اسمي أمجد هشام غزدان أبو نصار، من المشاركين في النادي الصيفي لمسجد خليل السالم وجمعية خليل السالم الخيرية. حاولنا نحفظ من القرآن قدر المستطاع، والحمد لله يعني أتممنا القليل من كتاب الله عز وجل. هذا بفضل الله عز وجل، يعني الحمد لله رب العالمين. ويعني كان أشرف علينا بعد الشيوخ يعني كخطيب المسجد. عمر قصير ليس في الدنيا بقى، أعلنوها اليوم هيا توبة تمحو الشقى، توبة تمحو الشقاء. وزع راعي الحفل الشيخ الدكتور محمد الغول الجوائز والهدايا على الفائزين، مؤكدا على دور تحفيظ القرآن الكريم والجمعية في خدمة المجتمع المحلي من خلال فعالياتها وبرامجها من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم بمشيئة الله تخريج النادي الصيفي في مسجد خليل السالم برعاية جمعية خليل السالم، هذا المركز الصيفي اللي تابع لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية تحت شعار المسجد الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي. تم تخريج 60 طالبا من حفظة بعض الأجزاء، منهم من حفظ 3 أجزاء، ومنهم من حفظ جزئين، ومنهم من حفظ جزء. ونتمنى التوفيق إن شاء الله لشبابنا، وإن شاء الله في الأعوام القادمة امتدادا لهذه المراكز التي نعتز ونفتخر بها في المملكة الأردنية الهاشمية، ومزيدا من التوفيق إن شاء الله للقائمين على مثل هذه البرامج، وكل عام وأنتم بخير. وأضاف أن هذا الاحتفال جاء بعنوان ضمن شعار وزارة الأوقاف والشؤون، الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي.